بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حابب بس في البدايه ان انا ابارك للاخوه التوانسه على الصعود للمباراه النهائيه وانتظار مواجهه المنتخب القطري او المنتخب الجزائري في النهائي، وحابين بقى ان احنا نقعد نتكلم كده مع بعض ونفضفض بصراحه. هل انت كنت متوقع ان تتفرج على مباراه جميله ومباراه فيها رتم سريع ومباراه فيها فرص ومباراه تكون مفتوحه؟ لا، احنا مش كنا جايين وحاطين ده في دماغنا، احنا كنا جايين وحاطين في دماغنا كويس ان احنا نتفرج على جيم مقفول، هنتفرج على اتنين مدربين بيقرروا ان هم يدافعوا كده كده. منذر لكباير مع احترامي ليه رغم ان هو طلع كسبان منتخب مصر منتخب بلدي، بس ده لا يشفع اطلاقا ان انا اقول ان منذر لكباير بدا صح. منذر لكباير بادئ 3 4 2 1، منذر لكباير بادئ بثلاثه في الخط الخلفي وهو بيلاعب فريق لا يمتلك اجنحه، فصعب جدا ان انا اتكلم على منذر لكباير بطريقه ايجابيه. مع احترامي يعني لكل الاخوه التوانسه، حتى غيرات منذر لكباير عليها مليون علامه استفهام، يعني طلع حنبعل المشبري في الوقت اللي هو كان اخطر لعيب في الفريق، بس عادي سلكت بقى ليه؟ والله هي دي امكانياتنا. اللي كان بيقول لك احمد رفعت يبدا اساسي مكان زيزو او مكان حسين فيصل، كان يبدا احمد رفعت، كان ممكن يعمل ايه احمد رفعت ولا اي حاجه. هي دي امكانيات فريقنا، احنا ما عندناش لعيبه خط نص قويه تقدر تجيب السيطره لمنتخب مصر، احنا ما عندناش الكلام ده. انا عارف ان انت لسه عايش على ذكريات الماضي، بس فوق كده وصحصح معانا. احنا عندنا لعيبه نص لب، عندنا لعيبه تلعب في دار المحل بتاعها بس، انما كمنتخب وطني وكصراع مع منتخبات تانية لا، الموضوع صعب. هتقولي لا في الانديه احنا متسيدين، الانديه غير المنتخبات، انت الدوري بتاعك مش دوري قوي، فلما تيجي تتكلم معايا ان انا رايح العب قدام منتخب تونس والعب جيم مفتوح والعب جيم هجومي، بأمارة ايه؟ انا المهاجم اللي عندي مروان حمدي، محمد شريف مش مهاجم، فكره ان الراجل يبدا محمد شريف مهاجم مكان مروان حمدي المهاجم الحقيقي، اعتقد ان هي هتكون فكره غريبه جدا وفكره جايه عند اغلب الاهلاويه علشان خاطر احنا بنحب محمد شريف، بس لما بنقعد نصارح نفسنا محمد شريف مش فيرود. النهارده قفشه تحت، زيزو على طرف وعلى الطرف الثاني حسين فيصل، وانا حرفيا مش عارف حسين فيصل بيلعب فين، عشان ما اضحكش عليك، انا مش عارف حسين فيصل بيلعب هاف يمين ولا هاف شمال ولا بيلعب فلوت، عشان ما اضحكش عليك انا ما اتفرجتش على حسين فيصل مع سموحه خالص، فانا ما اعرفش حسين فيصل بيلعب ايه، علشان لما اجي اتكلم على تقييم حسين فيصل اعرف اقيمه في المكان اللي هو فيه، لان انا بشوف لعيبه عباره عن شبح، بيعدي واحد على واحد وعنده فرديات بس ما تعرفش ايه مركز حسين فيصل في الملعب. الناحيه الشمال كان فيها فتوح، والناحيه الثانيه اكرم توفيق، واكرم توفيق كان بيلعب النهارده على يوسف المساكني تقريبا. اكرم توفيق كان بيلعب على يوسف المساكني والجبهه اللي كان فيها يوسف المساكني، ويوسف المساكني وحنبعلي بيحبوا ان هم يغيروا مع بعض وبيحبوا ان هم يلعبوا ناحيه الشمال كتير. الماتش كان ممل؟ كان ممل، كلنا كنا متوقعين ان الماتش يكون ممل؟ كنا متوقعين ان الماتش يكون ممل. الماتش ظبط مع المنتخب التونسي بعد اصابه ياسين مرياح، وده اللي استدعى السيد منذر لكباير ان هو يلعب 4 2 3 1 زي خلق الله. 4 2 3 1 ونخلص بقى من ام العك والهبت اللي الراجل عامله ده. 4 2 3 1 منتصر طلبي وجنبه بليل العيفة يلبهم اثنين مساكين واضحين وصراحة، مش هنلعب ثلاثة تحت. المنتخب التونسي وقتها بدأ يظهر في الملعب ان المنتخب التونسي عنده خطورة، بس برضه ما كانش قادر ان هو يوصل لمرحلة ان هو يكون خطير على المرمى. بص انا مش طالع بتكلم وقرفان وزعلان كويس جدا ان احنا وصلنا لدول الاربعة، كويس جدا جدا احنا وصلنا لدول الاربعة، وان انا اطلع بهدف زيادة في الدقيقة 90 لا، دي حاجه اكتر من انا كنت متوقعها بكتير. انا كنت متوقع ان احنا هنصعد من الدور الاول ونطلع في الدور الثاني، بس ان احنا نلعب دور اربعه لا، دي حاجه ما كنتش متوقعها، لاني عارف ان اللعيبه بتاعتنا جودتهم هو ده اخر الجوده بتاع اللعيبه بتاع منتخب مصر. انما منتخب تونس لو باجي اتكلم على السيد منذر لكباير، لا، منذر لكباير معاه لعيبه جودتها اعلى بكتير، فمنذر لكباير مفترض ان هو يقدم كوره. مفترض ان منتخب تونس جايب الراجل ده بديل لالان جريس علشان خاطر الان جريس ما كانش بيقدم كوره. الراجل ده مش بيقدم كوره، الراجل ده تغييراته غريبه، الراجل ده ما بيعرفش يقرا ماتشات، الراجل ده بيبدا دايما غلط، الراجل ده ما عندوش شخصيه واللعيبه ما بتخافش منه وما بتهابوش، الراجل ده ما بيقدرش ان هو يحل مباراه المنتخب التونسي بيكون ضايع فيها. دي حاجه لازم نكون متفقين معاها، حتى لو كسب منتخب مصر عزيزي المنتخب الاردني لعب علينا مباراه وان سايد جيم الشوط الاول، فانت بتتكلم في ايه؟ احنا لسه كمنتخب مصر بنحاول نرجع الثقه تاني، بنحاول نرجع ناخد الثقه تاني، عندنا ازمه في الدوري المحلي ان احنا ما عندناش اطراف عليها العين وما عندناش لعيبه باكات يمين عليها العين. دي اشتكي لك فيها ماشي، اقول لك ان الدوري بتاعي ضعيف ومش قادر ان هو يطلع لي باك يمين محترم ولا قادر ان هو يطلع لي جناح اجنحه محترمه، اما الاجنحه اللي موجوده فهي عايشه علشان خاطر جمهورها لا مؤاخذه زياط وبيحاول ان هو يديها حجم اكبر من حجمها، وهي اخرها برونو فرنانديز تلعب ضربات جزاء، يعني حارس مش هنقعد نخبط كتير في معز حسن بس ما تشطش عليه خالص، يعني حارس الكره الوحيده اللي شطت عليه ماتش بتاع عمان دخلت، انا ما شطش، لا ما شطش، ليه بقى؟
ما انا عندي يا فاطمه ما بتجيبش غير ضربات جزاء ولاعيب عايش على القضيه. ممكن ادينا خدنا القضيه ممكن بقى يا معلم، نلبس بقى ونسكت ونتحط على عيننا ونقعد نقول اللعيبه هي اللي فيها مشكله. لا، كل الناس تطلع تخبط في كروش وتقول لك كروش هو اللي عمل وكروش هو اللي سوى، على سن هنا هنا في مبابي وهنا في نيمار، وكروش يا عيني حاطط لك هنا في زيزو والناحيه الثانيه في حسين فيصل، ولما بيغير بينزل مصطفى فتحي، مصطفى فتحي بدل ما يقدم اضافه هجوميه بيرجع يعمل عليها فاول بلبسه انا جوه. فبلاش يا جماعه نقعد نبقى لا مؤاخذه يعني عبيد للعيبه، ما ينفعش ان احنا نفضل نطبل للعيبه مستواها سيء ولعيبه اخرها ان هي تقدم دوري محلي فقط، وان احنا نقول ان الازمه في المدير الفني، الازمه ما كانتش في البدري، الازمه ما كانتش في كوبر، الازمه ما كانتش في اليجري، الازمه ما كانتش موجوده في كارلوس كروش حالا، الازمه في جوده وخامه اللعيبه بتاعه الدوري المصري. والحمد لله ان القناه ما فيهاش متابعين كتير مصريين، علشان خاطر لو في متابعين مصريين كان الواحد اتنفخ حرفيا في التعليقات. بس حابب انهي الفيديو بالف الف مبروك لاخواتنا التوانسه على الصعود للمباراه النهائيه، ونتمنى ان انتوا تقدموا مباراه كويسه طريق بالمنتخب التونسي وسمعه المنتخب التونسي، ومحدش يزعل ان انا بخبط في المنزل الكبير، دي وجهات نظر وانت احترم وجهه نظري وانا احترم وجهه نظرك، افضل بكتير من احنا نقعد نخبط في بعض. احنا بنحترم بعض كده، اعمل لايك وسبسكرايب للفيديو عجبك، لو ما عجبكش بقى نستنى عم رضا عبد العال هيقول ايه ونطلع نعمل رياكت عليه.